ننسى الهدف الذي سجل المعز بيمناه هذه المرة بيسرى. وهذه كرة يدنا. الله الله الله، جول أول يأتي لمصلحة لدحيل عن طريق إدميلسون. كنا نتحدث عن التسديد فكانت هذه اللقطة، شولز أخطأ، ضغط ديالو استلم لدينا. الله الله الله، يضعها في الزاوية البعيدة، هي ماركة إدميلسون، كرات إدميلسون، لعبات إدميلسون، يجيدها، يعرفها، هي هذه الكرات التي تعودنا أن يظهرها إدميلسون. يسجل هذا الهدف الثاني بالنسبة له من خلال هذا الموسم في الدقيقة 13. إدميلسون يفتتح ويقص شريط الأهداف من خلال هذه المواجهة لدحيل واحد. وبدأ الشغل هذا قبل جبني اللاعب السهل الممتنع اللي تحس معاه كرة القدم بلونة، احنا اللي نقول نفاخة، لا بلونة بلونة. شوفه حلو لويس البيرتو، ممتع جدا. إدميلسون نوا، إدميلسون الثاني، نعم انها نية، نوا إدميلسون وسجل الثاني الاهداف. هذا عاد والتأثير، لكن لويس البيرتو هذه تمريرة خطافية، لكن ماذا فعلت يا بكري؟ أهكذا تبعد الكرات؟ أبي هكذا طريقة تبعد الكرات؟ لم تكن صعبة، لكنه لا أعلم كيف تعامل مع هذه الكرات. اسكنها شباكة، اثنين.